السلام عليكم الشباب، في دراسة ظهرت جديد بتقول إن في 4 حضارات فضائية في مجرتنا درب التبانة. المصادر طبعا هتوتك. قدم الباحث الأسباني ألبرتو، وده طالب دكتوراه في جامعة فيجو في أسبانيا، ورقة بحثية بتقدر عدد الحضارات الموجودة خارج كوكب الأرض في مجرتنا واللي بتحتوي على ملايين الكواكب الصالحة للحياة. نشر البحث ده في المجلة الدولية لعلم الأحياء الفلكية. بدأ الباحث ده دراسته بالنظر للتاريخ البشري قبل النجوم، حسب اولا عدد الدول اللي غزت بلاد تانية بين سنة 1915 لحد سنة 2022، لقى ان 51 دولة من دول العالم اللي بتبلغ 195 دولة عملت زي غزو او احتلال في الفترة دي. احتلت رقم 1 الولايات المتحدة بحوالي 14 غزو. بعد كده قيم احتمالية كل دولة ممكن تعمل غزو بناء على النسبة المئوية للدولة دي من ناحية انفاقها العسكري، والولايات المتحدة كانت رقم 1 بنسبة 38%، واضاف الاحتمال الفردي لكل دولة اللي هي بتحرض على الغزو، وقسم المجموع على العدد الاجمالي لدول كوكب الارض كلها. النتيجة اللي وصلها بان الاحتمال البشري الحالي غزو حضارة خارج كوكب الارض كانت 28 من 1000%. لكن احنا لحد دلوقتي ما نقدرش نسافر بين النجوم. وفقا لحساباته لمدى تقدم الحضارة كان مبني على الطاقة، وده باستخدام مقياس كارداشيف. بافتراض بقى استمرار انخفاض الغزوات بمعدل 1.15% سنويا، وده اللي حصل على مدار 50 سنة اللي فاتت، هتبقى احتمالية غزونا الكوكب تاني 14 من 10,000%. افترض ان احنا ممكن نوصل نبقى حضارة من النوع ايه، يعني الحضارة اللي بين نجمية، طبعا شرحت الموضوع ده قبل كده، بعد حوالي 259 سنة. الاحتمالات دي طبعا قليلة قوي بالنسبة للكواكب الكتير جدا الصالحة للحياة. وعلشان يحسب الحساب النهائي استخدم ورقة بحثية تم نشرها سنة 2012 اللي بتقدر عدد الحضارات في مجرتنا درب التبانة 15,785 حضارة. استنتج اقل من وجود حضارة واحدة من النوع ايه بمعدل 22%، هتكون معادية للبشر وتقدر تسافر بين النجوم. لكن لو خدنا في عين الاعتبار الحضارات اللي هي مش من النوع ايه، هيزيد المعدل ده ل 4.42%. والباحث ما ذكرش الحضارات دي في ورقة بحثية عشان احنا مش عارفين التشابه بيننا وبين الحضارات التانية، وطبعا لو في اي حضارة زينا فدي مش هتعمل اي تهديد، ان احنا لحد دلوقتي ما بنملكش التقنية اللي ممكن توصلنا لكوكبه، وهكذا هم كمان. وقال ان احتمال غزو اي حضارة لكوكبنا احتمال ضعيف جدا، ده كمان اقل من احتمال اصطدام كويكب بكوكب الارض. وعلى فكرة ان كويكب يضرب اي كوكب من كواكب المجموعة الشمسية ده بيحصل كل حوالي 100 مليون سنة. طيب لو افترضنا ان في فعلا كائنات فضائية، ازاي هتتمكن من التواصل معانا؟ تم تسريب وثيقة سرية من ادارة الامن القومي الامريكي بتكشف اللي بيفترضه كبار العلماء في العالم عن الطريقة اللي ممكن الفضائيين يتصلوا بيها معانا. مع التطور المستمر للتكنولوجيا اللي بيبتكرها الانسان، تم التوصل لبعض الطرق اللي ممكن الفضائيين يتصلوا بها معنا. كل العلماء اتفقوا على ان الحضارات الفضائية هتتصل معنا، يعني هتتصل معنا، يعني امر مفيش مفر منه. طبعا الوثيقة دي اترفع عنها السرية وتم نشرها في موقع ووكالة الامن القومي الامريكي، واللي اتقال فيها ان الامر ما عادش مجرد خيال وان ده حدث طبيعي في التاريخ البشري. عالم الفلك الغدوي السير برنارد لوفيل قال لازم يكون في كواكب ليها كيمياء وابعاد ودرجة حرارة مناسبة علشان تدعم التطور العضوي في مجرتنا. وطبعا مجرتنا درب التبانة فيها حوالي 100 مليار نجم. اولا لازم الفضائيين يكون عندهم متطلبات اساسية علشان يتصلوا بينا. رقم 1 ان هم يحاولوا باستمرار الاتصال بينا وما يتخلوش عن الفكرة دي. وعلى فكرة ممكن ده يكون حصل من الاف السنين ومستنيين ردنا. ثانيا لازم يكونوا على قيد الحياة، او على الاقل كانوا على قيد الحياة
لما بعتولنا رسالة. نبضات الليزر المتكررة ممكن تكون أفضل وسيلة للاتصال بين النجوم، إنها ممكن تسافر لمسافات بعيدة جدا. والحد دلوقتي بيختبر مشروع البحث عن سيتي وده نظام نبضات ليزر اسمه ليزر سيتي، بس مع الأسف مفيش أي إشارة إيجابية لحد دلوقتي. وقال عالم الأحياء الفلكية ديفيد من معهد علوم الكواكب لموقع لايف ساينس إن الفضائيين يقدروا يبنوا حاجة ممكن رؤيتها من مسافات بعيدة عبر مجرتنا أو حتى من مجرة تانية. لحد هنا خلصت حلقتنا، المصادر هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. السلام عليكم.